لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. قال ابن جرير رحمه الله تفسير سورة سبأ. يقول تعالى ذكره: الشكر الكامل والحمد التام كله للمعبود. الحمد لله، الحمد للإله المعبود الذي هو مالك جميع ما في السماوات السبع وما في الأرضين السبع دون كل ما يعبدونه، الذي له ما في السماوات وما في الأرض ودون كل شيء سواه، دون كل ما يعبدونه ودون كل شيء سواه، لا مالك لشيء من ذلك غيره. فالمعنى الذي هو مالك جميعه، الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الذي هو مالك جميعه وله الحمد في الآخرة. يقول: وله الشكر الكامل في الآخرة، كالذي هو له ذلك في الدنيا العاجلة، لأن منه النعم كلها، لأن منه النعم كلها على كل من في السماوات والأرض في الدنيا، ومنه من النعم أيضا يعني يكون ذلك في الآخرة. فالحمد لله خالصا دون ما سواه في عاجل الدنيا وآجل الآخرة، لأن النعم كلها من قبله لا يشركه فيها أحد من دونه، وهو الحكيم في تدبيره خلقه وصرفه إياهم في تقديره، خبير بهم وبما يصلحهم وبما عملوا وما هم عاملون، محيط بجميع ذلك. عن قتادة: وهو الحكيم، وهو الحكيم الخبير. قال قتادة: حكيم في أمره خبير بخلقه. حكيم يعني له الحكمة، والحكيم بمعنى المحكم، أحكم كل شيء. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. يقول تعالى ذكره: يعلم ما يدخل الأرض وما يغيب فيها من شيء، من قولهم: ولجت في كذا إذا دخلت فيه. وما يخرج منها، يقول: وما يخرج من الأرض وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعني وما يصعد في السماء. وذلك خبر من الله أنه العالم الذي لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض مما ظهر فيها وما بطن، وهو الرحيم الغفور. وهو الرحيم أهل التوبة من عباده، أن يعذبهم بعد توبتهم الغفور لذنوبهم إذا تابوا منها. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. يقول تعالى ذكره: ويستعجلك يا محمد الذين جحدوا قدرة الله على إعادته خلقه بعد فنائهم بهيئتهم التي كانوا بها من قبل فنائهم من قومك. يستعجلك هؤلاء بقيام الساعة استهزاء بوعدك إياهم وتكذيبا لخبرك. قل لهم: بلى تأتيكم ربي
قسما به لتأتينكم الساعة. ثم عاد جل جلاله بعد ذكره الساعة على نفسه وتمجيدها فقال عالم الغيب. اختلفت القراء في قراءة ذلك، قرأته عامة قراء المدينة عالم الغيب على الاستئناف يبقى جملة جديدة، وقرأ ذلك بعض قراء الكوفة والبصرة عالم الغيب ردا منهم على قوله قل بلى وربي لا تأتينكم، وقرأ ذلك بقية عامة قراء الكوفة علام الغيب. علام الغيب، علام بالكسر أيضا. والصواب من القول في ذلك عندنا أن كل هذه القراءات الثلاث قراءات مشهورات في قراء الأمصار متقاربات المعاني، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، غير أن أعجب القراءات إلي في ذلك أن أقرأ بها علام الغيب على القراءة التي ذكرتها عن عامة قراء أهل الكوفة لأنها أبلغ في المدح، وأما الخفض فيها فلأنها من نعت الرب وهو في موضع الجر. وعنى بقوله علام الغيب علام ما يغيب عن أبصار الخلق فلا يراه أحد، إما ما لم يكونوا إما ما لم يكونه مما سيكونه غيب لسه المستقبل، أو ما قد كونه فلم يطلع عليه أحدا غيره. وإنما وصف جل ثناؤه في هذا الموضع نفسه بعلمه الغيب إعلاما منه خلقه أن الساعة لا يعلم وقت مجيئها أحد سواه، وإن كانت جائية فقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل للذين كفروا بربهم بلى وربي بلى وربكم لتأتينكم الساعة ولكنه لا يعلم وقت مجيئها أحد سوى علام الغيوب الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة. يعني جل ثناؤه بقوله ولا يعزب عنه، لا يعزب عنه، لا يغيب عنه، ولكنه ظاهر له. عن ابن عباس لا يعزب عنه لا قال لا يغيب عنه، عن مجاهد قال لا يعزب عنه لا يغيب، وكذا قال قتادة. مثقال ذرة، زينة ذرة في السماوات ولا في الأرض، يقول لا يغيب عنه شيء من زينة ذرة فما فوقها فما دونها أين كانت في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك، يقول ولا يعزب عنه أصغر من مثقال ذرة ولا أكبر منه إلا في كتاب مبين، يقول هو مثبت في كتاب يبين للناظر فيه أن الله تعالى ذكره قد أثبته وأحصاه وعلمه فلم يعزب عن علمه. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقول تعالى ذكره أثبت ذلك في الكتاب المبين كي يثيب الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بما أمرهم الله ورسوله به وانتهوا عما نهاهم عنه، ليجزيهم على طاعتهم ربهم أولئك لهم مغفرة. يقول جل ثناؤه لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة من ربهم لذنوبهم ورزق كريم، يقول عيش هنيء يوم القيامة في الجنة. عن قتادة أولئك لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم قال في الجنة. أقول هذا وأستغفر الله.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.